أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، بحييكم كلكم وبقدم لكم وجبة سريعة تتضمن بعض الأسئلة والمسائل. بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، أهلا بكم في فيديو جديد لمادة الكيمياء الصف الأول الثانوي. النهاردة هنوريكم حل اختبار تجربة على الباب الأول والتاني، شامل أسئلة مهمة جدا من أسئلة الوزارة الاسترشادية. بنوريك فيه طريقة الحلول بشيء من التفصيل، وطريقة التعامل مع الاختبارات الإلكترونية على نفس النمط اللي هيجي لك في امتحان الترم على التاب إن شاء الله. وزي ما أنت عارف طبعا السنة دي الامتحان هيكون في المدرسة وعلى التاب، واختر. بنحاول ندربك على الأسئلة دي حسب تعليمات الوزارة كمدرسين أصليين معتمدين لمادة الكيمياء، وبننبهك إن أنت المفروض الأول عشان تختار الطريق الصحيح لازم تعمل خطواتك مظبوط وتراجع مرة واتنين. وطبعا مع كثرة التدريب على الأسئلة المتنوعة هتلاقي إن شاء الله الأسئلة دي في منها طبعا أسئلة هتلاقي قدامك أو شبيه بيها في امتحان الترم. بص على طريقة الحل وحاول تحل الامتحان أكتر من مرة.
حاول تركز في طريقة الحل عشان ما يبقاش فيه اي غموض بالنسبة لك في الامتحان. ولو في عندك اي استفسارات او اسئلة ابعتها لي في التعليقات، وهسيب لك لينك الموقع على بلوجر عشان تتدرب برضو على حل اسئلة وكذا. ونتمنى ان انتوا تستفيدوا، وربنا يعدي السنة دي على خير. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.